متتبعي قناة سيرفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا موضوع تاع البصوايا على مستوى مدينة الدار البيضاء. يوم الخميس 22 فبراير 2024 صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على التسعيرة المخصصة للترامواي، حددها في 6 دراهم بوجود البطاقة اللي غيقتنيها المواطن ويبدأ مرة يعبئها كلما يعني تحرك في هذه البصوايا هذا، وبدون بطاقة في 8 دراهم. البصوايا غادي ينطلق يوم 1 فاتح مارس 2024. من اجل مناقشه هذه القضيه هذه، واش الدار البيضاء محتاجه للباصواي، واش كان يعني نديروا مشروع اخر من غير هذا الباصواي هذا، نستضيف كل من مصطفى مندور عضو مجلس مدينه الدار البيضاء عن حزب التقدم والاشتراكيه، وايضا السي عادل الفاضل رئيس منتدى شباب 2030. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا سي احمد، ومرحبا بالضيف الكريم ومتتبعي انفاس بريس. العفو سي مندور. سي عادل مرحبا بك. سعيد بالتواجد معكم في هذا المقر ديالنا، تعتبروا مقر ديالنا، ومبروك عواشركم. سي مصطفى مندور، يوم الخميس 22 فبراير 2024 صادق مجلس المدينه على التسعيره يعني بالاجماع، يعني انتم كاحزاب معارضه داخل المجلس كتقدموا الشراكه تنتمي الى المعارضه، وفقصوا على هذه النقطة تاع 6 دراهم بوجود البطاقة، واش تشوف بأن الثمن مناسب للبيضاويين؟ أعتقد هذه بالضبط المسألة ديال التعريفة ناقشناها يوم الأربعاء 21 في إطار اللجان الدائمة اللي كان اجتماع قبل انعقاد الدورة. كما تعلمون أن الاستدعاء توصلنا بها يوم الاثنين، وكان باقتراح من السيد الوالي طبقا للقانون 113/14. التعريفه هي التعريفه بحال التعريفه ديال التراموي، هو 6 دراهم اللي عنده البطاقه راه تبقى ب 6 دراهم، والبطاقه كاينه ديال 15 درهم وكاينه البطاقه تبقى يعبئ فيها اللي عنده غير يمكن ذهب ب 8 درهم، اللي عنده ذهب والعوده ب 8 درهم، ولكن اعتقد ان التعريفه في متناول. يعني في الذهب 8 درهم وفي العوده 8 درهم. لا، اللي بغى غير الذهب. 8 درهم. ب 8 درهم هذه ديك البطاقه الورقيه اللي المده ديالها كتنتهي في الصلاحيه ديالها في هذيك، واللي عنده الذهب واياب العودة بهذيك البطاقة الورقية 7 دراهم، واللي غادي يعبئ البطاقة اللي التكلفة ديالها 15 درهم ب 6 دراهم. 6 دراهم وكذلك الانخراط الشهري او تيكون في 230 درهم على حسب ما كاين في التراموي. تماما. اعتقد ان التعريفة في متناول ديال الناس، المشكل ماشي هو في التعريفة، هو شنو هي الخدمات، ولا واش التراموي غادي يسهل عملية ديال التنقل ديال البيضاوي من مكان الى اخر. مشو رئيس منتدى تاع الشباب، حتى التعريفه هي مهمه. 6 دراهم واش مناسبه بالنسبه لك انت مع وجود البطاقه؟ هذه الاونه مع وجود البطاقه على الاقل مزيانه. الحمد لله بان تم تحريك هذا الملف، لان الباسواي كان دائما كيشوفوه الناس انه يتنقل دائما في ليسي غادي جاي، واحد الوقت وقف. تولينا تنسولوا علاش وقف. الحمد لله ان السيد الوالي حاول انه يعطي هذا الاستدعاء ويجمع هذا المجلس باش على الاقل نخرجوا بهذا المشروع. كما كان المشروع كان قائم فيما يقال، وفي هذا ربما في الحوار غادي يعني بالنسبه لك انت بان 6 دراهم يعني تسعيره تاع التنقل تاع الباصواي مناسبه للبيضاوي. مناسبه للبيضاوي في هذه الاونه. في هذه الاونه مناسبه في وجود هذه البطاقه، بوجود البطاقه. والمشروع بصفه عامه كيفاش تشوف، واش الدار البيضاء محتاجه للباصواي ولا كان علينا نديروا مشاريع اخرى تاع التنقل؟ في واحد الوقت من 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 التدبير اللي كان في كولايه الدار البيضاء، وكانت مجموعه من الجامعات كانت تسير نحو اننا نديروا ترام، نديروا مترو. ان الدار البيضاء كيقول لك الوجود ديالها لا الديموغرافي لا المكانه ديالها فعلى مستوى الوطني تستاهل اكثر من هذا الباسواي، وتستاهل اكثر من هذا التراموي، تستاهل مترو، تستاهل منشئات اللي يساهموا في تعزيز التنقل وديك الشرايين ديال السيروره ديال السير والجوانب، خاصه الدار البيضاء في التوسع. وكنا قلنا في واحد الوقت ان الضروره تستدعي وجود مترو. كانت الاشكال ديال وجود مياه جوفيه، وجود هذا كتبقى نقاش عاوتاني كيحل لنا الابواب اخرى. واش فعلا حنا نتوفر في الدار البيضاء على مياه جوفيه؟
وبالتالي لماذا لا يتم استغلالها في هذه الحاجيه ديال المياه؟ مهم امور اخرى. جد وسع البصوي على المستوى الضربات، تشوف ان البصوي غادي يؤدي المهمه ديالو؟ اعتقد قبل ما نتكلموا واخا حنا ما خصناش نحكموا على التجربه لان باقي ما انطلقاتش، قبل ما نتكلموا واش البصوي غادي يؤدي المهمه ديالو ولا ما يؤديهاش، لابد اننا نتكلموا على المعاناه اليوميه ديال التنقل ديال المواطنين من نقطه الى اخرى. نعم. وناخذ نموذج ديال المواطنين اللي في ولاد عزوز ولا الرحمه، مدينه الرحمه، باش يمكن ليه يتنقل غير للولفه. المدخل ديال مقاطعه الحي الحسني كيلقاو صعوبه. نفس الشيء اللي يمكن يشتغل على المستوى الناس تاع الثقليه. وخاصه هي كاع الاحياء اللي جات على الهامش الحزام. وقت الدروة كتلقى الطاكسيات واقفين والناس كيتجاراو موراهم. واش هذا المشهد يمكن مازال حنايا اللي كندبروا الشان المحلي واش مازال قبلوه؟ الاول كاين هذا مشهد غير مقبول باش المواطن انه يتجارى مورا وسائل النقل باش يمكن ليه يوصل لهذوك اللي كتطلب منه ساعات ساعات ديال الانتظار، وخاصه الناس اللي معوزين، الناس اللي ظروفهم الصحيه اللي ما يقدرش يجري، وخصني يوصل النقل الزحام والسمساره وهذه الى اخره. تنظن ان البصوي غادي يخفف من العبء. هذا يخفف ماشي يحل المشكل. غادي يحل المشكل في بعض الاماكن، غادي يحل المشكل بعض الاماكن، ولكن هذا غير كافي. ما تنقولوش اليوم راه حنا حققنا الحلم ديال البيضاء من البيضاويات، لا بالعكس مازال النسبه تقريبا النسبه تقريبا تاع الحل تاع المشكل. ما يقدرش نحكموا دابا واش النسبه واش غادي نحلوا المشكل ديال النقل بالنسبه مئويه، ما يمكنش نحكموا عليها لان التجربه باقي لها تنطلق. وحنا متاكدين انه في المناطق اللي اليوم غادي يشتغل بها الباصو غادي تحل المشكل ديالها تخفف، ولكن هذا لا يعني انه راح لينا مشكل ديال الضرب ذا كله. ما فيها باس نفصل كاين مشكل. اسمح لي قبل اسمح لي نقطع الشبكه، خلي الشبكه نوصلوا لقضيه الشبكه. نفصل المتتبعين تاع الفاس بريس، اش هي الخطوط تاع الباصو اللي كاين دابا حاليا؟ جوج ديال الخطوط اللي هي كاينه السلميه اللي ساسفه الخط الاول، الخط الاول والخط الثاني يعقوب منصور، مدار ديال يعقوب منصور الى ولاد عزوز. ملي تنتكلموا على ولاد عزوز الناس اللي من ولاد عزوز هي تنفوتوا مقبره ديال الرحمه ما قرب من جوج الكيلومتر ونص. وانا تنتصور دابا الناس اللي تيبغيو يمشيو لمقبره الرحمه شحال تيطلب منهم ديال الوقت؟ اليوم التعريفه ديال 6 درهم باش نشرحوا اكثر للمواطنين والمواطنات ومتتبعي انفاس بريس، هو انه يقدر يستعملها الباص وفي واحد الوقت ديال نصف ساعه يركب فيها الطرام، بمعنى ان من انطلاقه من ولاد عزوز يقدر يمشي بها حتى البرنوسي والوسط المدينه بتكلفه ديال 6 درهم. هذا هو الايجابي فيها. ما تنحسوش التعريفه غير في الباص. الباص وهذا حلم من الاحلام اللي كانت تاع البيضاويين، هو ربط التذكره الوحيده ما بين التراموي وما بين الحافلات اللي هي الباص واحد. هاد التعريفه اللي كانت من الاول كانت مدروسه ملي كان السي يوسف الدريس كان العقل في كازا ترونسبور، كان تطرق لهذا الملف. كنا حنا بركنا معاه كفاعلين جمعويين على مستوى التذكره الموحده. التذكره الموحده، وكان الدفع بهذا المساله. غير هو هذا الباسواي الحمد لله تنقولوا على في زعما في كلتا الاحوال الحمد لله. حنا تنعرفوا دابا غيبدا احسن من والو. احسن من والو. غيبدا في 1 مارس ياك كما هو دابا غتعطى الانطلاقه ديالو. الاشكال اللي كاين هو غادي يبدا، وكاين رمضان وتنعرفوا المعاناه ديال البيضاويين في الذروه ديال الاوقات ديال التنقل في هذيك المناسبه ديال رمضان، وكنعرفوا هذا المشكل كامل. واش هذا الباسواي غادي يحل خطوط اخرى مع 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 باقي المناطق الهامشيه في الدار البيضاء؟ لا هذو المساله تاع اعاده الانتشار اللي غنرجعوا للسي المجدور، اعاده الانتشار تاع وسائل النقل الحضاري مده الدار البيضاء. الاشكال هذا طرحنا هذا الاشكال على لانه كاين مجلس التعاون هو اللي تيدبر المشكل ديال النقل السير والجولان على مستوى الدار البيضاء والجماعات المجاوره. هذا مجلس التعاون المحمديه الى اخره. وكاين مجلس جماعه الدار البيضاء هو اللي كيدبر الامور ديال مدينه الدار. اليوم كنتكلموا على الشبكه ديال النقل اللي فيها ارزا، شركه ارزا فيها ترام وفيها الباصواي. طلبنا واقترحنا ان يكون واحد التنسيق
اللي كيجعل انه هاد الشبكه تتراعي مثلا الخطوط اللي فيهم الباسواي هذاك يمكن يكون تربطهم يكون الربط ما بين شركه الزا وهذاك باش الناس يقدر يتنقل من الاحياء اللي جات على الحزام ما تقولوش هامش ولكن جات على الحزام في الحدود ديال جماعه الدار البيضاء باش يمكن يتنقل وكما تشوفش النفس نستحضروا الطاكسيات تقولوا ظروف جيدة اللي يمكن نتقل من نعطي مثال تحية الحسن جنلوس اللي جاء الأداء كالنسيم إلى آخره يتنقل في ظروف جيدة ويجي يأخذ الباص ولا يأخذ ترام يمكن سهلوا على الناس لأنه ما يمكنش واحد أنه طيلة اليوم هو تشتغل ويجي يقضي واحد ساعتين ولا ثلاثه باش يمكن ليه توصل يوصل للمقر السكنه ديالو ولا الا يدخل العمل ديالو الصباح مع 8 خصو يفيق مع 6 الصباح هذه امور اللي دابا الحل من الحلول كما قال السي مندور هو ان مثلا الحافله تاع النقل الدارالي هي شركه ازا التي تدبر قطاع النقل الحضاري عبر حافله مدينه الدار البيضاء يعني دير اعاده انتشار الخطوط ديالها هو عدد نظر الشبكه اللي كتسهل عمليه ديال السير والجر والتنقل ديال المواطن من منطقه الى اخرى في ظروف جيده بالنسبه لك تشوف هذا الحل مزيان هو في اعاده الانتشار والدراسه ديالو هذه هي الاولويه لان ما يمكنش غادي نبداو عاوتاني كنبداو نقولوا فين الاحياء المحظوظه والاحياء الغير محظوظه لان بعض الاحياء راه تتعرض يقدر يكون يقدر يكون فيها الترامواي يكون فيها الباصواي وما كفاش الطوبيسات واحد او ما يقدر يكون فيها لا باصواي لو الترامواي كيكون بعيد المسافه ديالو باش تنقل الترامواي او المحطه ديال الترامواي وبالتالي هذوك نقول الهامشيه لان مهمشه مادام فيها باقي فيها الكراول باقي فيها النقل السري باقي فيها الانسان تيفيق وهو معرض ما كاين لا اضاءه لا والو باش يلاه يوصل هذيك وسيله النقل معرض للكريساج معرض حنا تنعرفوا هذيك الحزام نقولوا عاوتاني هذوك اللي في الحزام توصل العمليه يعانون ماشي بالضروره هذوك اللي جاوا على الحزام حتى وصل نعطيك مثال ديال الحي الحسني حتى احياء العتيقه والقديمه في الحي الحسني راه فيهم كراول وفيهم ما يسمى هذاك التريبورتور اليوم خاصنا نقطعوا ماشي تاع البداوه وباش نقطعوا خصنا نوفروا وسائل النقل القانونيه نسميو وسائل النقل القانونيه بدون ما نفكر ما يكون عندنا التفكير ولا تمجد نداء للناس اللي مسؤولين على هذه القطاعات الربح ديال شركه الربح ولكن واخد مع الوطنية ستكون حاضرة على مستوى الربح على مستوى الربح العجز اللي يمكن حس الدراهم ما غاديش يحقق واحد الموازنة المالية بالنسبة غيكون عجز شحال تقدر تقدروا هذا العجز؟ والعجز في مليار سنتيم مليار ونص لا هو اللي أدى المجلس دابا ما تشوفوش غادي يؤرق أيضا الخزينة تاع المجلس وعلى كل حال اللي أصلا هو العجز دابا اليوم راه جماعة مجلس جماعة الدار البيضاء ولا المجالس اللي غادي تعاقب ولا هذاك راه كتحمل واحد العجز لا بالنسبه للترام ولا بالنسبه للبصوي ولكن بالمقابل هذيك الشركه اللي كتدبر هذا راه تما كياخذوا عندهم مداخل اخرى في الاشهارات وهذاك يمكن كتكون واحد التوازن باش نقدروا وعلى مستوى الوتيره تاع الباصواي شحال تقريبا ما بين العرب وعرب العرب وعرب ما بين 5 دقائق ونص الى 6 دقائق ما بين العرب والعربة ووقت الدروة قيل لنا أن وقت الدروة غادي تزادوا العربات باش ما يكونش ازدحام كان قبل من الانطلاقة على الباصواي البعض يتحدث على أنه واخا مخرج بطريقة رسمية ولكن ما كان يشاع هو أن الباصواي غيكون حافلة كهربائية الان دابا مع كما قلت خرج الوجود وبدينا تنشوفوا بانه حافله عاديه كيفاش انت هذا الامر هذا كجمعيات مهتمه بهذا الشيء في الاول لا نفس الرؤيه كانت على الاقل تيبان لك بانه عنده واحد المسار محدد بحاله بحال الطعام وبالتالي هذا المسار محدد ليه تيعيق شويه في الحركه السير والجوال علاش ما يكونش بحاله بحال الوسائل يكون غادي معاهم حتى هما في الشارع يكون معاهم يكون غادي معاهم هنا ملي كنحصروا
وسنعطيه واحد ولكن هاد غادي معاهم هنا تيولي عندك واحد الاشكال هاد غادي معاهم ما يكونش احترام تاع المده الزمنيه تاع كما قال 5 دقائق 6 دقائق يعني لا باش نوضحوا واحد المساله البنيه التحتيه تشابه البنيه التحتيه ديال الطرام بحال الباص بحال النقاط ديال الوقوف النقاط ديال البيع الارشيتكتور ديال الهندسه ديال الطريق المخصصه للطرام بحالها بحال ديال الطرام الفرق فين كاين هو انه هذاك الكتريك والاخر عنده لي رويد المشكل ماشي هو المشكل واش غادي يؤدي هذيك الخدمه اللي هي مطلوبه لانه هذا الشيء هذا ولكن بفضل التوجيهات ديال صاحب جلاله نصر الله وهذا من الاهداف اللي كانت تعلنت امام مخطط التنميه مخطط التنميه الجهه ولكن البعض تيقول واش ما عرفتش تتفق مع مستفاد ولا لا بان عوض ما كنا نديروا هذا الباص وهاي كما قال نفس البنيه التحتيه علاش ما نديروش تراموي في هذه الخطوط هذه هو هذا المسألة علاش بقينا تنديروا مسار محدد لا تنديروا عاوتاني مسارات اخرى محدده لوسائل نقل متعدده باش نحدد ما وكان علينا ان الوقت مادام عطينا ترونش 1 ترونش 2 ترونش 3 ممكن اننا نوصلوا بهذه الوسائل النقل لبزاف لهذه الاحياء الهامشيه يعني نبقاو مكتفي غير بالترامواي ماشي بالترام نديروا خطوط اخرى وكثيره علاش غنبقاو نخليو الانسان انه يقطع واحد الورقه ويطلع من هذه الوسيله ويعاود يمشي واحد الوسيله النقل في حدود وفي واحد الظرف ديال واحد نص ساعه وحنا تنعرفوا هذيك كاين دابا حنا باش غيبدا يحسب بالله باش نكونوا وبغطاء عليا السي احمد واحد السؤال وانتم في معارضه واش هذه مساله قضيه مصلحه ديال المواطنين لا نختلف حولها لا معارضه ولا اغلبيه لا نختلف حول المصالح ديال المواطنين اليوم هذا الشيء ما تجيش ما دارش بطريقه عفويه ولا بطريقه تجاريه دار بناء على دراسه علميه يكون ترام ويكون هذا واش اداء الكتريك ولا هذا ماشي هذا هو المشكل المشكل هو انه انا قصني وفر لهذاك المواطن وسيله ديال التنقل ديالو في واحد التوقيت زمني معقول وفي ظروف جيده اليوم الباص بحاله بحال الطرام مكيف السرعه لان الا ما درناش ليه اللين خاصه به الطريق خاصه به ما يمكنليش نتحكم انا في التوقيت ديالو الشركة المكلفة ميمكنش تحكم التوقيت يقدر يدير ساعتين يقدر يدير ثلاثة ولكن هذيك الطريق اللي هذا بالطبع انه الطموح ديالنا حنا كون كان عندنا الترام شي غادي من هنا حتى في الترام النهار الاول ملي دار لانين الاولى اللي كانت من العين دياب هذا الناس راه ما يقدروش يمشي للبرنوسي ولا ما يمشيش للضفة الأخرى ولات نقطة التحول كاينة في عبد المؤمن كينزل منها الترام ويطلع الترام الآخر ماشي المشكل هو علاش كنا المستقبل لا خير المستقبل دابا الباصواي دار وغينطلق ولا طلع غدا غدنا نبغوا نخدموا السيارات غدا مستقبلا كيفاش غادي نحل مستقبلا هو تكون عندنا ثقافه ديال النقل الجماعي تكون عندنا ثقافه كلنا نحطوا سياراتنا حنا متعودين كل شيء كتفيق الصباح كتهز طوموبيل وكل عائله عندهم كاين دابا اربع طوموبيلات ثلاثه خصنا نحطوا سياراتنا نحطوا السيارات ونستعملوا هذه الوسائل هذا باش نقصوا من العجز ديال هادي سمو مجلس الجماعي لان ماشي من المعقول انا نديرو نقد ذاتي وسيله ديال النقل متوفره بذات جوده عاليه وكنستعمل السياره وكنساهم في الاكتظاظ والازدحام ونخلق نخلي الفرصه للناس الاخرين ولا نخلي نفسح المجال في الطريق الناس الاخرين اللي مثلا اللي قلنا كيتواجدوا على الهامش ولا كيستعمل سياره ولا كيستعمل طاكسي واخا باش نمشي نقربوا لهذيك الوسيله قرب نسالوا البرنامج نمشوا للرؤيه المستقبليه مستقبلا مثلا بغينا نديروا مشاريع اخرى للتنقل واش نكتفوا بالترامواي والباصواي ولا خصنا صافي نقطعوا مع هاد الوسائل ونمشيو نفكروا في المترو حنا ما غننساوش باننا حنا في هاد الظل ديال وجود هاد الوسائل النقل اللي محتاجين بزاف مادام الكثافه السكانيه ديال الدار البيضاء تتجاوز 11 مليون نسمه اتساع وكتخرج وغاده دابا تتوسع وحنا مقبلين على تظاهرات قاريه وعالميه بالفعل ياك اذا هنا ما غنقدروش نقولوا للناس
غتحبسوا السيارات ديالكم ولا غتحبسوا الوسائل النقل الاخرى باش تمشيو ديروا تنقل جماعي، غيجيونا ناس بثقافات اخرى ما عندوش مع الطرام. تنتكلموا على الناس اللي غادي يجيو الضيوف؟ لا تنتكلموا مثلا انا الطرام ديز من قدام داري، اسمح لي ديز الطرام قدام داري ولا الباص، وغادي هذيك النقطه اللي انا غادي لها غير خاص الباص ولا الطرام يكون احترام في الكرامه ديالي. بيان سور تحترم كرامتي، تحترم التوقيت، تحترم هذا، ما فيها باس ان البيضاوي والبيضاويات يستعملوا هذه الوسيله هذه. وملي كنستعملوا اولا كنقلصوا من العدد ديال العربات في الشوارع والازدحام وهذا، وكنسحوا المجال. وقال السي احمد واحد المساله اللي ترى هو يدير مال الطاكسيات باش يمكن لهم حتى هما يمكن لهم يشتغلوا في ظروف ريحيه. ماشي من المعقول باش انه انا غادي السلطه ديال هذه الولايه والطرام ديز من قدامي من حدا داري ولا قريب داري، هذه ثقافه وعقليه خصها تتبدل. نهز انا السياره باش نجي للولايه وهو الطرام ديز من قدام الولايه. واخا نمشيو للمستقبل، نمشيو للمستقبل السي فاضل، السي فاضل، السي فاضل، السي فاضل، نقطه ونمشي معاك للمستقبل. نبقاو بعدا في اثناء الدراسه ديال اننا كنا كنستعدوا اننا يا اما المترو. المهم مشى خدا المسار الطويل ووصلنا للطرام دابا الحمد لله كما قلنا راه هو انطلق. ولكن ملي كنا تنديروا الدراسه وكانوا هاد الشركات اللي كيديروا التصنيع ديال السيارات كانوا كيدخلوا مع الموظفين وهذا بانك ممكن انك توفر على وسائل النقل كتحترم كرامتك وداك الشيء كتعطينا 20 درهم في اليوم عقلتي. كنا كنديروا اغراءات هنا كانت تدخل الدوله بان تستوبي هذا الشيء لانني انا مقبل على هذا. غنخلي واحد دابا عنده كريديات في الطوموبيل وربما عنده ذوك الوسيله النقل تيتنقل بها في مسائل اخرى ممكن يحتاج ليها، تبقى ملكيه خاصه وتكون من الافضل. وماشي ثقافه، ماشي هذه ما يمكن تفرض عليك، كتاخذ وقت حتى منظور الثقافه ما يمكنش. انا ما تنقولش شنو ملي كنقول ليه ما تقولش المنع، اسمح لي نخرج وتحط. لا ما تقولش شي حاجه ما قلتهاش، ما تقولوش ان منعوا الناس باش ما يستعملوا سيارتهم، وما تقولوش ان الناس اللي تيستعمل السياره ديالو في العمل اليومي ديالو ولا في القوت اليومي. لا تنقولوا ثقافه حنايا البيضاويات يعني خصو غير نستعملوا ما فيها باس. غادي نستعمل سياره باش اولا بعدا باش تلقى صعوبه باش تلقى تركون سيارتك كتلقى صعوبه وكتضيع الوقت، علما ان الوسيله الحديثه الحاليه كتسهل الماموريه لا في التنقل التوقيت ديال التراجي وغير متعبه وغير هذا، وكمسؤوليه هي كتساعد عاوتاني التخفيف من حده الاقتصاد في هذاك. شنو المستقبل؟ شنو المستقبل؟ شنو المستقبل؟ واش خصنا نقاو المشاريع تاع الترامواي والباصواي في مناطق اخرى ولا نديروا خص المشاريع اللي اكبر من هادشي هي المترو؟ بطبيعه الحال كان الحلم ديال البيضاويين شنو بطبيعه الحال؟ هو المترو. المترو كان غيحل واحد الاشكال كثير وغادي يساهم في التنقل بسرعه لعده مناطق وغادي يخلي المدينه في هذاك في هذاك في هذاك الجماليه ديالها. حيت الترام ما بقاش راه كاين عندنا غير حنا والهند ومصر. الترام ما بقاش بقى عندنا حنا والهند، واش نمشيو لمشاريع اخرى ولا نبقاو الترامواي ولا لا؟ حنا هذا حلم نمشيو لمشاريع اخرى. تنقولوا انه كاع اللي يمكن ليها تساعد وتساهم في التنقل ديال المواطن، يكون ترام ويكون طياره ولا يكون اللي بغى يكون ما تيهمنيش انا. لان ملي تنقولوا المترو نديروا على الحزام ديال الدار البيضاء، المترو ما يمكنش نديروا وسط المدينه. اليوم راه المشكل اللي كاين هو الوسائل ديال التنقل من المواطنين من عماله لعماله من منطقه الى اخرى. الدار البيضاء هذو كتوسع الاسمنت غادي تيكثر، وبالتالي اليوم كاين عندنا الترام، اليوم كاين عندنا الباص. نشوف هذا التوجه، نشوف هذا التوجه ونحاولوا اننا نلقاو وسائل، هذه الوسائل هي مريحه ديالنا مهمه. حتى المواطن اليوم لا بغى يتنقل كيتنقل في هذاك، ما يمكنش اليوم نحكموا على انه التجربه ديال الترام فاشله. التجربه اليوم تجربه ناجحه. ناجحه واكيد انه التجربه ديال الباص هي غادي تكون ناجحه لان عندها نفس المواصفات ديال نتمنوا خير. واش اللي تنتمنوا؟ نتمنوا انه حنا البيضاويين محتاجين بزاف، محتاجين بزاف وطلبات ديالنا كثيره ونستحق. واخا يستاهلوا بزاف، يستاهلوا احسن لانه البيضاويين
تراموي 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 متى غيبدا تراموي تراموي الخط الثالث والرابع مسال الخط الثالث والرابع مازال باقي ما حدوش الثالث مازال ما تحداش ديال سبق نجي سي مصطفى شكرا جزيلا على قبول الدعوه سي عادل الفاضل شكرا على مرحبا انا واحد نقطه نزيدها حب دلو ان في التنقل ديال الترام يساهموا بان ديك ثقافه عدم الاكتظاظ راح تولينا كنلاحظوا في التراموي الاكتظاظ بزاف وهذا لا يحتاج راه الترام ولا كيتستعمل بواحد الطريقه غنمشيو حاجه اخرى دابا سي فاضل هاد الدروه لا شوف انا تنقول لك انا وهاد الترام وهذا يتزاد العدد يتزاد العدد ديال العربات ديال العربات يتزاد العربات يتزاد العدد ديال العربات وتالوتيره تولي اقل جميع الخطوط هضرتي على رمضان خاصه في رمضان تطرح مشكل تاع الترامواي في الابتداء في الترامواي حيت الناس تيخرجوا في وقت واحد من سيدي مؤمن يمشي لعين دير كانوا محرومين هذوك الناس من البحر شكون اللي خلى دوك الناس من سيدي مؤمن اليوم يمشيو يشوفوا البحر اي يشوفوا بعينيه ما يعومش الناس هذيك هذيك الاحياء كلها كانوا محرومين وراه حداهم عين السبع حداهم عين السبع مزيان دابا المهم كاينش معين دابا كاينش معاك عمرو شابه سي مصطفى شكرا جزيلا على الدعوه مره اخرى سي فاضل شكرا جزيلا متتبعي قناه الفاسبريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي